فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الراجح في قطاع الطرق؟ هل هم الذين يترصدون الناس في الصحراء فقط أم في الصحراء والمدن؟ الصحراء والبنيان، اللي يدخلون على الناس في بيوتهم مسلحين ويأخذون أموالهم، قطاع طرق ذا يطبق عليهم حد قطاع الطرق. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.